نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء تقليص المخصصات الماليه لقطاع الصحه لاقل من نصف الاستحقاق الدستوري بالموازنه العامه الجديده 2023/2024 وتواصل المركز مع وزاره الماليه التي نفت تلك الانباء وشدت الوزارة على زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بالموازنات الجديدة بنسبة 30% لتصل إلى نحو 397 مليار جنيه مقارنة ب 304.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023